تحية طيبة متابعينا الأعزاء. سلسلة الإنتاجات أو المنتجات اللي تخص البلابل والطيور مستمرة إن شاء الله، وأي منتج جديد يجينا إحنا نسوي به فيديو وننزل لكم. اليوم عندنا قطرات ملتي فيتامين من شركة بادوفان الإيطالية. ملتي فيتامين يشبه الشغل اللي قبل فترة نزلناه القطرات، لكن هنا أكو بيه عنصر زايد وهو زيت كبد الحوت مدعم بأوميجا 3. هذا المنتج يعطي ضخامة للطير بالإضافة إلى الفيتامينات اللي بيه، راح يعطيك ضخامة للطير ويركز لك على نمو الريش. يعني منتج فشي فاخر كلش حلو، جربناه على طيورنا. خلينا نشوفكم الشكل مال القطرة. هاي القطرات الاستعمال مالتها شي حلو بسيط، 5 قطرات بالمشربة. المشربة ام 100 مليم او ال 75 ملي ماكو مشكله، 5 قطرات بالمشربه اسبوعيا تقدم للطير، تبقى بالمشربه لحد ما الطير يخلص المشربه كلها. يكرر العلاج 4 مرات بالشهر، يعني 4 اسابيع كل اسبوع مره واحده بدايه كل موسم. يعني احنا هسه عندنا خريف راح نشتغله بهاي القطرات، خلص الخريف انتهى من عندنا، بداية الشتاء ويا البرودة هم نشتغلها، بداية الربيع ويا ما يبدأ التزاوج نشتغلها، بداية الصيف ويا بداية الصيف هم نشتغلها. نشتغلها 4 مرات بالشهر، مرة أسبوعيا. قطرات كلش حلوة من شركة بادوفان الإيطالية، امتياز بي أوروبي. الفيتامينات البي أكثر من 13 أو 15 عنصر، زائد نفس القطرات يعني اللي اشتغلناها قبل فترة، بس بيها زيادة وهو عنصر الأوميجا 3 أو زيت كبد الحوت، يعني فشي ضخامة للطير يعطيك. تحياتنا لكم.